كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن خطوة جديدة لخدمة الحجاج القطريين بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية، وأكد بيان عن الوزارة أنها أنهت كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة أن حكومة المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.